ماشي مشكلة. ديكليكو لو ما كانش لقاء سهل في ظروف صعيبة، تقريبا عندي 5 أيام مع الفريق، العمل الكثير اللي قمت به والعمل من ناحية نفسانية صراحة ما يعني فيش وقت باش نتكلم على أشياء أخرى. وأنا مسرور استجابة اللاعبين وتركيز اللاعبين ورغبة اللاعبين باش يتحداوا كيف الصعوبات اللي عاشوهم. ما يخفاش عليك بداية موسم كارثية بالنسبة لشباب القبائل، 4 مقابلات 4 هزائم ما سجلوش هدف، يعني مش يسهل باش تعاود ترجع المعنويات اللاعبين في مقابله مهمه جدا، هي مقابله تاع اليوم اللي انهزمنا فيها في الذهاب هدف لصفر. ولهذا نقول الفضل وليهم صراحه، نشكرهم بزاف على المجهودات اللي قاموا بها. والله نجم نقول لك سي فري درنا الشوط الاول لاباس به، ولكن الشوط غير راضي على المردود تاع اللاعبين، حسيت باللي بدنيين تعبوا شويه، ما احتفظناش بالكره. من الشوط الاول حسيت باللي كاين مجموعه لاباس بها، كاين فرديات، شفنا كرات جميله، سجلنا هدفين خاصه الهدف الثاني اللي ربما فرحت بزاف النزله. نظن الشوط الثاني يعني رفدنا عبء المقابله، وخرنا شويه الرول، ما احتفظناش بالكره، هذا رجع شويه الستريس الخوف باسكو ما يخفيش عليك 2-0 ني با كاليفي، يعني ان بيوت رانا ايليميني اوتوماتيكمون ديزاميتون، كانوا شويه خايفانين. هذا الشيء اللي ربما قلقني باسكو ما عرفناش نسيروا المقابله من ناحيه الكوتي ايموسيونيل، يعني الاوقات الصعبه يعرفوا كيفاش تحكموا في الكره. الحمد لله دخول جنينه جاب الاضافه، تمريره هدف، ولهذا نقول انا الفوز عمره ما كان فردي، فوز جماعي، فوز جماعي صولي يلعبوا ولا ما لعبوش، ولا الطاقم ولا حتى المسيرين اللي داروا الواجب باش الفريق هذا يدير نتيجه اليوم. شيء بالنسبه لي اللاعبين، انا هذا عمل تاعي نقوم به، مش نقوم به منذ سنوات، متعود نعيش فترات صعيبه في فرق والحمد لله في فرق والحمد لله، ولكن لو بلوز امبورتون سكو لي جوار تروف كونفيونس. انا اللي يهمني اللاعبين يكسبوا الثقة ويكسبوا يعني الثقة في بعضهم بعض، الثقة في الإمكانيات تاعهم، هذا الشيء اللي يخليهم ربما يقدروا يمدوا مردود لاباس به. بون السلام عليكم. الحمد لله كما شفتوا الديكليك كان اليوم، الحمد لله الفيكتوار هذه جات في وقتها، والحمد لله نشكر كاع صحابي على المجهودات وعلى المجهودات اللي مدوها لنا. نشكروا الكوتش ثاني على الديكليك اللي عطاه لنا الدفعه هذيك اللي كانت خاصنا، عطاها لنا الحمد لله. كما شفتوا المباراه ما كانت سهله، دخلنا ديال ديبي في المباراه، بينا النوايا ديالنا تاع لازم نجيبوا لا فيكتوار، لازم نتكاليفاو. الحمد لله كما شفتوا مدينا كلش من لا بريمير مينيت حتى لا ديرنيير مينيت، مدينا كلش باش نحققوا لا فيكتوار هادية. ونشكر كما قلت لك نشكر كاع صحابي على المجهودات، نشكروا تانيك الانصار اللي ساندونا تانيك طيله المباراه، مالغريكو ما قمناش بالواجب في لي ماتش اللي فاتوا، الحمد لله نشكرهم على هاد المسانده هذه، وان شاء الله مازال نزيدو نفرحوهم
que certainement le résultat escompté n'a pas été fait, mais aussi bon, on s'est dit que c'est la loi du football. Il faut être sportif, reconnaître certains faits. Quand un match est terminé, je pense qu'il est terminé. Oui, mais pour la déception, bien sûr, quand tu perds, mais tu es déçu. Tu es déçu. Oui. Vous avez perdu sportivement? Oui, bon, on a perdu. Nous, notre credo, le Casa Sport, c'est parce que Casa Sport, même nos survêtements Casa Sport, fair play. Wow. Même quand on sort au Sénégal, on va jouer ailleurs, on perd le match, les supporters descendent, on danse avec les joueurs, on s'en va. Si c'était là aujourd'hui, vous allez être extrêmement surpris d'aller descendre, danser, chanter, parce qu'on dit que c'est ça le football. Il faut un gagnant, il faut un perdant. Nous, le cas à notre credo, c'est le fair play. Dès que le match est terminé, c'est terminé. Zaïre-Tube, أول قناة إلكترونية في الجزائر.